أداء لدورنا الرقابي الذي نص عليه الدستور وقانون مجلس النواب، نود بيان الملاحظة التالية: إن هذا الكتاب يتضمن ضمن مخالفة صريحة لقانون انضباط موظفي الدولة، حيث تضمنت الفقرة 3 من المادة 4 منه أن الموظف إذا أمره مسؤوله بأي أمر مخالف للضوابط والتعليمات عليه أن لا ينفذ ذلك من خلال كتابة تحريرية لمسؤوله، فإذا أكد المسؤول على تنفيذ الأمر وبشكل تحريري أيضاً يتحمل المسؤول مسؤولية ذلك، لا يتحمل الموظف. فهذا الكتاب ضمناً به مخالفة لقانون انضباط موظفي الدولة، وعليه أطالب بالتالي: أولاً، أرجو من جميع الموظفين الاطلاع على قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام من أجل حفظ حقوقهم، وأيضاً من أجل كيفية التصدي للمسائل القانونية خلال عملهم. 2، أطالب أيضاً مجلس محافظة بابل بالاستعانة ببعض الكوادر والأكاديميين من ذوي الخبرة القانونية واللغة العربية من أجل عدم إصدار مثل هذه الكتب مستقبلاً، حيث إن بابل الحضارة بعمقها التاريخي 7000 سنة بالقانون الذي سنته أول قانون للبشرية لا تتلائم مثل هذه الكتب مع هذه الحضارة. 3، أدعو كعضو في لجنة التعليم العالي النيابية جميع كليات القانون التأكيد على تدريس قانون انضباط موظفي الدولة من أجل خدمة العباد والبلاد، وشكراً.